حاطين الك... هيو اسمع ام الكمبره كفو. كملنا كملنا الاشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم شباب؟ يا رب تكونوا بألف خير. شباب اليوم جيتكم بجيم قديم شوي، مش قديم كثير يعني، هو من أقل من شهر، كان مع تيم جدا أسطوري، هم جيمين مش جيم واحد. الجيم الأول كان فيه شغلات حلوة وحركات وأخذنا الجيم فحبيت أوريكم إياه. الجيم الثاني شباب كان عبارة عن تحدي، إحنا كنا أربعة، واحد مات وواحد فصل وبقينا أنا وواحد، تمام؟ فكان التحدي انا وواحد، يعني دو سكواد يعتبر. الدو سكواد كان التحدي بيننا انه نجيب 20 كل، وجبنا ال 20 كل وفي لقطات جدا اسطورية، وحتى الواحد اللي معي مات في اخر جيم وضلت لحالي. فاتمنى يسعدكم المقطع واتمنى انه يعجبكم، وما بدي اطول عليكم اكثر من هيك بالمقدمة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس واللايكات، اتمنى يوصل هذا المقطع 150 لايك، ما بدي اكثر من هيك، 150 لايك وانتوا على راسي من فوق. وترقبوا المسابقة اللي راح تكون على رويال باس ان شاء الله، بالمقاطع اللي جاي راح اعلن عنها واقول لكم ايش هي المسابقة. خليكم مع المقطع. معناش حدا مبسوطة حالك نازل على الانفورم ها؟ هون قبالي. السلام عليكم. كف بلكني بالحرب. يا ابن اللي مسرقع سرقعتني. اجا على دروب معناها. تعال تامر تعال. يا ابن الزربة كفو كفو. تعال شيل تامر تعال دخانية اول هاي واحدة بدون سكوب لعيون يزن. شو بقول؟ هاي واحدة بدون سكوب لعيونك. ليش بحسك بتصفن؟ عاش حرام. تامر اعطيته انطلقة سلاح مباشر. يا لا ما نقول لا، بس لبست الفرعون سفر الموميا صح؟ اه تامر نزل. يا احمد ربك خوستك ثلاثة، اشكر البوت اللي اعطاك اياها. انميز اهيد. ور الصخرة ور الصخرة. يا وقع زون وقع زون اللي كان ورا الحجر. دمك تامر اه شيل دمك لا تبلع. والله انا بقول هيك كمان متشرشحين. تقر السنين وحسون لسه كفو. حسون انفعل. حسون انفعل. روقوا حسون انفعل. لا عليك مش لاقي الا حسون. زين العب هذا. عارف مكانه. مش لاقي الا البوت. البنك
كفو هذا هرمي كبير، كفو هرمي علي بابا كبير. ترى تامر نجونا بأجوبة يا ولد، انت ما سمعت صوت الطخ اول ما نزلنا؟ ايو فوق قاعد في طخ ورا؟ هيو قدامي. دمي تركش شو اشري ورا راح كين؟ ليك ورا، ليك ورا الحجة العمود يسارك. راح نفجرك. ليه ليه يفجرني ليه؟ قديش عندك كلات يا زلمة انت؟ مليون عندك. عنده 8. طيب انا عندي 5. بنجيب بنجيب ال 20. لا وين نجيب ال 20؟ كم احنا هسه؟ انا 15. انت قديش؟ 8. اسد والله. ولا واحد وين صاحبه هذا؟ يزن طاح نوك هذا؟ شرف ما في! شرف ما عندك! ما عندك شرف انت! تفاجئ والله قلت بسر شوية للفجر. هاي صاحبه جنبه على الشجر على الصخرة اللي جنبه يزن. كفو كفو دمك علي. ورا الصخرة هاي دمك كامل. هايو شمال ام الكمبره. كفو كملنا كملنا ال 20. 20 كل 20 كل. كفو عليك والله اخت الكمبره. هذا خان علشان عليان قال لي اخر 3 لنا فما حبيت افشله ولا بتعرفنا يعني متواضع. طيب شباب لهم نكون وصلنا لنهاية المقطع، يا رب يكون عجبكم المقطع. اعطوني رايكم في التعليقات واحكوا لي اذا حابين نسوي تحديات او في لعبة معينة حابين انه نلعبها. ثاني شيء شباب لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان تشوفوا كل شيء راح ينزل جديد في بداية روحكم. التحدي اليوم على 150 لايك وانا عارف انكم قدها وراح تجيبوها ان شاء الله. شباب احتمال نفتح لايفات على اليوتيوب فاتمنى تواجدكم وتفاعلكم معي في القناة. بدأت روحكم. السلام عليكم.